الكارما دي اختفت خالص كده يا اكمل؟ لا حس ولا خبر، انا قلقان عليها قوي يا هاني. شكلك كده وعلي شوشت. مش عارف، كارما دي ست متجوزه وظروفها صعبه، مش قادر اشيلها من دماغي لحد دلوقتي يا اخي. احسن لك تشيلها من دماغك، انت اكمل بستاني على سنه وغنى، يعني يوم ما تقولي ارتباط هتلاقيهم واقفين طوابير. ما جاتش على كارما بظروفها المعقده دي يعني. هو مش بايدي يا هاني، هما مش بيقولوا ان القلب وما يريد، ما قلبي اتشعلق بيها من غير ما احس. مالك يا اكمل فيه؟ لا لا مفيش حاجه. معقول؟ مالك يا ابني روشتني؟ قلت لك مفيش حاجه، يلا بينا من هنا. بدري كده؟ بدري ايه، انت لسه هترغي. اخلص. انا بصراحه مش فاهم انت جايباني على ملا وشي لغايه هنا ليه؟ عشان اقول لك اني اقتنعت بكلامك يا خالد. انهي كلام فيهم؟ ما احنا ياما اتكلمنا. فاكر لما قلت لي ان مفيش حد بياخد كل حاجه؟ اكيد. انا بقى اتاكدت ان دي حقيقه وقررت اختار، لاني تعبت قوي من اللي انا فيه. ما تجيبي من الاخر يا مشيره وتقولي اللي عاوزه تقوليه ومن غير مقدمات. انا غلطت غلطه كبيره قوي يا خالد، لما بصيت لفوق افتكرت ان الفلوس والعز هما كل حاجه، طلبت الطلاق واتجوزت سليم. وانت مش شايفه ان الاكتشاف ده جاي متاخر حبتين؟ اهو بحاول الحق نفسي. تلحقي نفسك؟ هختار راحتي معاك ومع ولادي ومع خالي، وطز في فلوس الدنيا كلها قدام ده يا خالي. يعني انت عايزه تقولي لي ان المدام زهقت من الخنشور اللي متجوزاه وعايشه معاه وعاوزه ترجع له؟ ده على اساس اني انا واخد على نفسي نادر ومستني حضرتك تديني امرك، صح؟ يا اخي زي ما انا اعترفت بغلط يا ريت انت كمان تعترف بغلطك. اهمالك ليا وانشغالك عني هما السبب اللي خلوني اعمل كده، وانت لو كنت قريب مني ومراعيني دماغي عمرها ما كانت هتودي وتجيب، ولا كنت هغلط غلطه زي دي. بص يا مشيره، دي حياتك، تتجوزي تطلقي اعمل اللي انت عايزاه، بس والنبي بعيد عني. انت من حقك انك تختاري نفسك، بس ما تختارليش انا. انا بختار اللي فيه الصالح للكل، ولو كنت انت لسه مش صافي من ناحيتي ومش قادر تسامحني فعشان خاطر ولادنا لازم تفكر، لاني بعد ما اسيب سليم واخلص من قرفه انت اولى واحد بيهم. بعد سليم انت اولى واحد بيهم؟ مشيرة، وانت بتسمعي الكلام اللي بيطلع من بقك وانت بتتكلمي؟ انا اولى بعيالي، والجملة تنتهي على كده. طب بلاش بقى كلام في الهوا، لانك لا فاضلهم ولا قد انك تربيهم لوحدك، يعني الحكاية باكج تشيلة على بعضها، انا والولاد اللي محتاجيني وعمرهم ما هيستغنوا عني. يعني انت جايباني على ملا وشي عشان تسمعيني الكلام الفارغ ده؟ ده مش كلام فارغ، قرار انفصالي عن سليم خلاص انا اخدته، وهيحصل قريب قوي، انا هخليه يطلقني، وساعتها بقى مش هيبقى لي حد في الدنيا دي كلها انا والولاد غيرك انت وخالي. خالد ارجوك اقعد واهدى. مشيرة انا مشكلتي معاكي كبيرة قوي، مفيش كلمة بتطلع منك داخلة في ذمتي بنكلة. صباح الخير خالد، وحياة ولادك، وعشان خاطر مستقبلهم اللي هيكون أكيد أحسن هما بينا وفي حضننا، ما تبطل عنده وتفكر بعقل. خالد أنا عارفة إني غلطت في حقك غلطة كبيرة أوي، بس أنا برضو دفعت تمنها غالي أوي، ومستعدة أكفر عن ذنبي وأعيش عمري اللي باقي كله معاك أنت والولاد. أرجوك يا خير اديني فرصة تانية. أنا نفسي أصدقك يا مشيرة، بس للأسف أنت خليتيني أحس إني لو صدقتك مرة تانية أبقى راجل عبيط.
يعني ايه؟ يعني سلمي لي على ولاد يا مشيرة، هم السبب الوحيد اللي بيخليني لغاية النهاردة أقعد معاك وأسمع لك، وللأسف أحيانا أصدقك.